رجع من نص الملعب كده محمد دسوقي الى حارس مرمى احمد عادل عبد المنعم، و هنشوف انذار، مدي انذار لاحمد ياسر ريان، نشوف الفار. في ضربه فعلا من احمد ياسر ريان اهو، لكن ما تعودناش الحقيقه من احمد ياسر ريان على مثل هذه الـ يعني الـ هيروح يشوف الفار. اذا هناك بوتنشال ريد كارد، يعني هناك احتليه لوادي الفار وادي الكاميرا اهو، بيقول له اهو بيقول له خلاص شافها، شكله هيطلع احمر، شكله هيطلع احمر، طبعا هيطلع احمر، هيشاور على الاصفر، ده اتلغى اهو، هيقول لهم الاصفر اهو الاصفر لا خلاص، ويطلع الاحمر لاحمد ياسر ريان. طرد، حاله الطرد رقم 23، كنا لسه شايفين في المباراه الاسبق السابقه البلديه امام مودر طوله، انما زي ما بقول لكم ما اتعودتش اشوف احمد ياسر ريان. طبعا ابن نجمنا الكبير ياسر ريان، نجم النادي الاهلي السابق ونادي المنصوره، اللي نشا وابدع وترعرع في نادي المنصوره وراح للنادي الاهلي. ايضا احمد ياسر ريان كان من لاعبي النادي الاهلي اللي انتقل عده انتقالات حتى وصل الى نادي سيراميكا، والحقيقه من اللعيبه اللي بيعجبني جدا اداؤه كراس حربه. وادي طبعا كابتن ايمن الرمادي في